اليوم كنا في لقاء مع أعضاء من الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان هنا بمدينة العيون، وقد تطرقنا خلال هذا اللقاء لعدة مواضيع تتعلق بحقوق الإنسان، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المستمرة يوميا، معاناة الجمعيات الصحراوية العاملة في مجال حقوق الإنسان، معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان واستهدافهم من طرف السلطات المغربية، معاناة المعتقلين السياسيين داخل السجون المغربية، سياسة القمع والمنع الممنهجة التي تطال حق التظاهر، حق في التظاهر والتجمع السلمي، وحق في التنظيم، والحق في حرية الرأي والتعبير، والانتهاكات اليومية المستمرة. وتناولنا أيضا علاقتنا بالمنظمات المغربية وبالآليات الأوروبية لحقوق الإنسان، وكان لقاء مهم حيث تناولنا كل المواضيع المهمة.